أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة ألف مساق الأدب. بداية أعزائي، أود أن أعرفكم بنفسي. أنا الدكتورة مي بنات، حاصلة على بكالوريوس في الآداب قسم اللغة العربية من الجامعة الأردنية، وعلى الماجستير والدكتوراه في الدراسات الأدبية والنقدية من جامعة العلوم الإسلامية، وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين. في مساق الأدب اللغة ألف، ماذا سيتعلم الطالب؟ في هذا المساق أعزائي سوف نتعلم عن المظاهر المتعددة للأدب كنمط كتابة قوي عبر الثقافات وطوال التاريخ، وسنكتشف ونطور فهماً للعناصر التي تساهم في إنتاج الأدب وتلقيه، مثل إبداع الكتاب والقراء، وطبيعة التفاعل بين سياقات الكتاب والقراء والعرف الأدبي، وطرق إنشاء اللغة للمعنى أو الأثر، والقدرة الأدائية أو التحويلية الكامنة للإبداع الأدبي والاستجابة الأدبية عبر التحليل الدقيق للنصوص الأدبية في عدد من الأشكال ومن أزمنة وأماكن مختلفة. سينظر الطلاب في تفسيراتهم بالإضافة إلى المنظورات الناقدة الخاصة بالآخرين، هذا من خلال اطلاعنا إلى نقد أدبي لأي نص نقرأه ويدور حوله. سيشجع ذلك استكشاف كيف تتشكل وجهات النظر بأنظمة المعتقدات، وكيف يتم تباحث المعاني داخلها، وسينخرط الطلاب في عمليات من الاستجابة الناقدة والإنتاج الإبداعي، مما سيساعد في تشكيل وعيهم بطريقة عمل النصوص للتأثير على القارئ، وكيف يكشف القارئ عن الإمكانيات المحتملة للنصوص ضمن تركيز هذا المساق على الأدب. يهتم هذا المساق بشكل خاص بتطوير الحساسية للاستعمالات الجمالية للغة، وتمكين الطلاب للنظر في طرق تمثيل الأدب وبناء للعالم وللهويات الاجتماعية والثقافية. أما متطلبات هذا المساق أعزائي، في المستوى العادي يجب دراسة 9 أعمال على الأقل عبر مجالات الاستكشاف الثلاثة للمادة، وفي المستوى العالي يجب دراسة 13 عملاً على الأقل. ولقد وضعت البكالوريا الدولية IB قائمة قراءة مقررة شاملة للمؤلفين في مجموعة واسعة من اللغات لترافق مساقات مجموعة الدراسات في اللغة والأدب، وهذه القائمة قابلة للبحث عبر الإنترنت، ويزود فيها الطلاب والمعلمين، ويمكن الاختيار من مجموعة معينة من المؤلفين كنقطة بداية عند استكشاف أدب كل لغة. عند اختيار هذه الأعمال يجب تحقيق التوازن بين الشكل الأدبي والمدة الزمنية والمكانية، وأن نحاول الشمول مجموعة متنوعة من الأشكال التي يمكن أن تتخذها التجربة البشرية والفنية. كما يجب أن يدرس طلاب المستوى العادي 9 أعمال على الأقل، منها 4 أعمال بحد أدنى تكون مكتوبة أصلاً باللغة التي يدرسونها بقلم مؤلفين مذكورين في قائمة القراءة المقررة، و3 أعمال بحد أدنى تكون مترجمة ويكتبها المؤلفون المذكورون في قائمة القراءة المقررة. ويدرس أيضاً الطلاب عملين يختاران بحرية من قائمة القراءة المقررة أو من مكان آخر، ويمكن أن يكونا عملين مترجمين، ويجب أن يكون هناك عملان بحد أدنى لكل مجال من مجالات الاستكشاف. يجب أن تختار هذه الأعمال بحيث تغطي 3 أشكال أدبية و3 فترات زمنية و3 بلدان أو أقاليم، كما هو محدد في قائمة القراءة المقررة من قارئين على الأقل. أما عن مجالات الاستكشاف للأدب اللغة ألف، فهي أولاً القراء والكتاب والنصوص، هذا
المجال للاستكشاف سوف يدور حول أسئلة مثل: لماذا ندرس الأدب وكيف؟ كيف تتأثر بالنصوص الأدبية بطرق متنوعة؟ كيف ينشأ المعنى ويتباحث ويعبر عنه ويفسر؟ كيف يتباين استخدام اللغة بين الأشكال الأدبية؟ وكيف تؤثر بنية النص الأدبي وأسلوب النص الأدبي في المعنى؟ وكيف تطرح النصوص الأدبية في التبصرات والتحديات؟ المجال الثاني: الزمان والمكان. ما مدى أهمية السياق الثقافي أو التاريخي لإنتاج النص الأدبي وتلقيه؟ وكيف نتناول النصوص الأدبية من الأزمنة والثقافات التي تختلف عن أزمنتنا وثقافتنا؟ وإلى أي مدى تطرح النصوص الأدبية فهماً متبصراً في ثقافة أخرى؟ وكيف يتغير معنى النص الأدبي وأثره بمرور الوقت؟ وكيف تعكس النصوص الأدبية الممارسات الثقافية، أو كيف تمثلها، أو كيف تكون جزءاً منها؟ وكيف تمثل اللغة الفوارق الاجتماعية والهويات؟ المجال الثالث للاستكشاف والأخير هو التناص، بمعنى ربط النصوص. مما يبحث فيه هذا المجال: كيف تلتزم النصوص الأدبية بالأعراف المرتبطة بالأشكال الأدبية وكيف تحيد عنها؟ كيف تتطور وترتقي الأعراف وأنظمة المراجع بمرور الوقت؟ وكيف يمكن للنصوص الأدبية المتنوعة أن تتقاسم أوجه الشبه؟ وما مدى صحة فكرة النص الأدبي الكلاسيكي؟ كيف يمكن للنصوص الأدبية أن تطرح منظورات متعددة لقضية أو موضوع أو محور واحد؟ وكيف يمكن أن تكون المقارنة والتفسير مسببين للتحول؟ أعزائي، في هذه المادة سوف نعتمد القراءة الذاتية لاستبصار النصوص بأشكالها، وسوف نكتب كتابة تحليلية مقارنة، وسوف نكتب كتابة تحليلية أيضاً، وسوف يكون لدى كل طالب منا ملف يجمع فيه أعماله منذ بداية العام الدراسي وحتى انتهاء هذه الدورة بالعام الثاني منها، وسوف يرتكز عملنا حول نظرية المعرفة دوماً بطرح هذه التساؤلات التي ترتبط بها، وسوف يكون لدينا أيضاً من الخدمة والعمل والنشاط العديد من الروابط من خلال ما سندرسه من مفاهيم ومن أعمال. ملخص تقييم هذه المادة أعزائي الطلاب: يعتمد التقييم الخارجي في الورقة الأولى على التحليل النقدي الموجه، حيث تتألف الورقة من مقطعين من شكلين أدبيين مختلفين، ومع كل منهما سؤال. يختار الطلاب مقطعاً واحداً ويكتبون له تحليلاً. أما الورقة الثانية فهي تعتمد على المقال المقارن، وهذه الورقة في الحقيقة ترتكز على عملين من الأعمال التي درسها الطالب خلال دورته الكاملة في السنتين، فيختار الطالب عملين يجد بينهما رابطاً ويستطيع أن يقارن بينهما ضمن الأسئلة الأربعة التي تطرحها الورقة. أما التقييم الداخلي الذي يكون خارجياً، يتكون هذا التقييم من عدة مراحل، وتعايره البكالوريا الدولية على أنه يجرى داخلياً في المدرسة. وهذا التقييم الفردي يرتبط بمقتطف من عمل مكتوب أصلاً باللغة التي درست، ومقتطف آخر من عمل مترجم، ويقدم الطالب استجابة مجهزة له مدتها 10 دقائق، يتبعها 5 دقائق من الأسئلة التي يطرحها المعلم على المحفز الذي ينطلق من قضية عالمية يربط بين هذين العملين وفق المقتطفين. أعزائي الطلاب، أرجو لكم سنة موفقة ودورة موفقة في مساق الأدب.